بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذة الكرام، السلام عليكم. إذا حاولوا في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا الدراسة التجريبية الخاصة بالسقوط الحقيقي لمجموعة من البالونات مثبتة بسدادة مطاطية، وزن المجموعة هو 21 غرام. إذا لدينا الفيديو التالي بهذا الشكل. إذا أنا قمت سابقا بتعليم النقاط، فقط أخذنا بالنسبة للسلم، أخذت هنا اللي هو 0.5 متر طول المسطرة هذه أو طول جزء من المسطرة، وكذلك بالنسبة للمعلم أخذنا بداية من نقطة البداية. اعتمدت على البالونة الزرقاء لأنها تقريبا بقت ثابتة بالمقارنة مع هذا الجسم المعلق هنا، وقمت بتعليم نقطة بنقطة وتحصلت على النتائج التالية هنا. راح نشوفوا الرسم تاع السرعة، لدينا السرعة بدلالة الزمن، لاحظ أن السرعة تتزايد ثم تثبت. بالنسبة للنتائج، أخذت النتائج اللي هي فقط بالنسبة للزمن و الفاصلة إيكراك والسرعة على محور إيكراك إلى ملف إكسل. إذا من إيديت هنا نقدروا نفتحوا مباشرة ملف إكسل فيه النتائج. إذا معالجة النتائج أعطتني النتائج التالية، لدينا النقاط هذه الزرقاء وهي تمثل السرعة بدلالة الزمن، أي السرعة التجريبية اللي تحصلنا عليها، راه محسوبة بطريقة التأطير. فقط هنا كملاحظة، بعض المرات النقطة الأولى اللي هي إيكراك تساوي الصفر ما تخرجناش بدقة، لهذا يجب أولا دائما نحطوا المعلم هو الأول ونعلموا النقطة عليه باش تكون القيمة الأولى معطاة بدقة اللي هي هذه صفر. هذا من جهة. من جهة أخرى، قمت الآن بحساب أو بتمثيل هذه السرعة بدل الزمن، لاحظوا أن السرعة تتزايد ثم تثبت. هنا بعض هذه النقاط مبعثرة بسبب قوة الاحتكاك. راح نحاول نشوفوا الآن قوة الاحتكاك التي تخضع لها هذه البالونات، هل هي من شكل كافي بي أو كافي بي مربع. لهذا درت هنا دراسة نظرية وقمت ببعض الحسابات. إذا لدينا إيجاد معادلة تفاضلية ثم الدراسة التجريبية، لدينا بالنسبة للسرعة الحدية هي 1.8، هذه صورة من الشكل 1.8 متر على الثانية. بالنسبة للطو تقريبا عندما ثبتت السرعة هذه حسبها هي 5 طو تقسيم 5 نجد 0.21 ثانية. هذا إذا افترضنا أن الاحتكاكات من الشكل أو أن الاحتكاكات من شكل كافي بي، معنى من أجل السرعات الصغيرة، لأن من أجل السرعات الكبيرة تكون 2.5 ضوء نسموه ضوء فتحة. ثم وصلنا هنا، حسبنا التسارع الابتدائي وجدناه هو 8.57، بمعنى أن دافعة آر خميس غير مهملة، يمكن حسابها عند اللحظة تساوي الصفر بالعلاقة التالية، إذا نجد أنها تساوي 0.026 نيوتن. كذلك نستطيع حساب الكتلة الحجمية البالونات عن طريق النسبة بين الثقل ودافعة الخامس، إذا نصل إلى 10.2 جرام على اللتر. ثم بالنسبة لحل المعادلة التفاضلية، لدينا الحل الرياضي اللي هو الدالة الأسية، لدينا أم جي على كافي واحد ناقص رو على رو أس في واحد ناقص أسية ناقص تي على طو. بالتعويض العددي للقيم السابقة نجد هذه المعادلة. نقوم برسم البيان تاعها في ملف إكسل اللي هي هنا باللون الأحمر. هاي العبارة نتاعها 1.79 في 1 ناقص أسية ناقص 4.76 في تي، أي الزمن. الزمن هنا متغير حسب الجدول، أخذت الخانة A5 اللي هي هذه ثم أعطتني القيمة الأولى صفر. نسحب إلى الأسفل نتحصلوا على القيم، البيان تاعهم نظهره هنا الآن. لدينا هذا اللي راه باللون الأحمر، لاحظ أنه تقريبا يتطابق مع النقاط السابقة. إذا هذه الطريقة الأولى. يمكن كذلك حل هذه المعادلة بطريقة أولير التي تعتمد على أننا نحول دلتا دي في على دي تي إلى مجال صغير جدا، هو دي في دلتا في على دلتا تي، بمعنى راح نكتب المعادلة بهذا الشكل، حيث هنا ناقص دي في على دي تي تساوي ناقص أ في بي زائد بي، نجد قيمتي أ و بي بالتعويض القيم السابقة. إذا بالنسبة لـ A هذا نجده عن طريق النظام الدائم، لدينا K على N في VL تساوي
جي في واحد ناقص رو ا على رو اس، لان التسارع يكون يساوي الصفر، ونخرجوا القيمه تاعو اللي هي 4.75 في النظام الوحده الدوليه، كذلك القيمه الثانيه لي بي لدينا العلاقه اللي تحصلوا عليها. بالنسبه لطريقه اولير، قلنا نحول دي بي على دي تي الى مجال زمني قصير، تصبح دلتا بي على دلتا تي، بحيث نقدروا نحسبوا سرعه انطلاقا من السرعه اللي قبلها. بمعنى راح هذه العلاقه تصبح دلتا بي على دلتا تي، دلتا بي هي في اي زائد واحد ناقص في اي، تساوي القيمه هذه اللي او هذه العباره في دلتا تي، حيث دلتا في هو الزمن الانتقال او زمن الحساب اللي نحسبه به كل سرعه. لازم يكون هذا الزمن صغير جدا باش يكون عندنا دقه في النتائج. اذا مثلا في واحد تساوي في صفر زائد هذه العباره اللي عندنا هنا ناقص 4.75 في في صفر في دلتا تي. اذا عوضتها هنا، هي الطريقه الثانيه. هنا لدينا القيمه الاولى ناخذها صفر، ابتداء من القيمه الثانيه نحسبها القيمة تاع السرعة في اللحظة الثانية، نحسبها انطلاقا من السرعة الأولى. ها هي لدينا اي خمسة اللي هي هذا السرعة الابتدائية زائد المقدار هذا في السرعة الابتدائية في زمن الانتقال، أخذت الزمن الطول اللي نديه هنا اللي هو الانتقال بين كل صورة وصورة اللي هو 0.066، ثم نسحب إلى الأسفل راح نتحصلوا على البيان اللي هو هذا، اللي هو تقريبا يجي غير مع الاحمر هذا، لان كل ما صغرنا المجال الزمني تحصلوا بدقه على البيان يكون مطابق لهذا تقريبا. ثم ننتقل الى من اجل السرعات الكبيره، لدينا الاحتكاك يكون بشكل كافتحه في في مربع، لدينا المعادله التفاضليه نحاول نكتبها بهذا الشكل وبنفس الطريقه اللي هي طريقه اولير كما يظهر هنا. إذن كافتحة على ام نقدروا نحسبها في النظام الدائم، و بي لدينا من ما سبق اللي هي 8.65 اللي تمثل التسارع الابتدائي. ثم بطريقة اولير بنفس الفكرة السابقة، فقط هنا يظهر في مكان في كانت عندنا في الحالة الاولى، هنا في اي مربع، معناه اذا اخذنا في واحد يساوي في صفر في هذه العبارة تكون هذه القيمة مضروبة في في صفر مربع في دلتا تي، حيث القيم هذو حسبناهم هنا. ثم نعوضها هنا، لدينا هذه طريقة أولير، السرعة الأولى نفرضها صفر، السرعة الثانية نحسبها انطلاقا من السرعة الأولى اللي لدينا صفر اللي هي السرعة الابتدائية زائد 8.56 ناقص 2.64 في في صفر مربع في زمن القفزة اللي هو أو زمن حساب السرعات اللي هو أخذناه تقريبا هو قلنا بين كل زمن بين كل صورة وصورة. ثم نسحب فنتحصل على البيان التالي، راح نشوفه هنا، ها هو باللون يظهر لنا باللون الأخضر. إذا يتضح من خلال الصورة أن البيان اللي يكون عندنا بشكل دقيق اللي هو باللون الأحمر، أي أن الاحتكاكات احتكاكات خطية، بمعنى أن قوة الاحتكاك تساوي كافي بي، أي تتناسب مع السرعة. هكذا إذا نقدروا نلغوا هذا الزوج، إذا بهذا الشكل. كذلك يمكن رسم بيان التسارع، لدينا التسارع الابتدائي وجدناه تقريبا هو 8.56 أو 57 القيمة الأولى هذه. ثم بالنسبة للتسارع نحسبه بطريقة التأطير، لدينا دلتا في على دلتا تي، إذا هذه ناقص هذه على هذه ناقص هذه، ونجبدوا الكيرسر هنا حتى لتحت، فنتحصل على البيان التالي اللي هو التسارع بدلالة الزمن راح يتناقص إلى غاية الصفر. فقط كملاحظة أخيرة بالنسبة للبرنامج أبيستاف، هنا بالنسبة للسرعة الابتدائية على محور إيكراك ما يعطيها لناش هنايا، لأنها تحسب بطريقة التأطير. هذه بما أننا أخذنا أو تركنا البالونات تسقط بدون سرعة ابتدائية، راح نديروها صفر في ملف إكسل، معناها هنا هذه القيمة نديروها احنا صفر، والقيم الأخرى تبقى كما أتينا بها من الجدول. إذن أتمنى الاستفادة للجميع وشكرا على المتابعة.